الآن كنت سبحان الله بسأل عن موضوع تعارض الماء مع الطعام، فأنت قلت لي أثناء الطعام يجب ألا يشرب الماء لأن هذا يقلل من العصارة حقت المعدة من الهضم. الأفضل قبل الطعام مباشرة نشرب ماء؟ يعني المفروض أنك تشرب كعادة أقصد يعني الماء قبل الماء والفاكهة قبل الأكل بساعتين أو بعد الأكل بساعتين. نعدنا نصحى من النوم ونروح ناكل، لكن لا، ما اذا صحيت من النوم شربت ما في مشكله، لكن انك ما تاخذه مع الاكل، الماء ما تشربه مع الاكل. ولو ان في ناس سبحان الله يعني يعملون الشاي الاخضر وخاصه اهل الحجاز يحبون انهم يشربونه مع الاكل. صحيح. وهما طبعا، لكن هم خلاص اعتادوا على هذا. يعني انا اعرف ناس ما يجي الطعام هذا الا والشاي الاخضر الموجود معه عشان يشرب وياكل. صحيح. وهذا طبعا غير صحيح. طيب احنا نتكلم الان في موزون وعن هذه الوزنيه والاتزان في كل شيء. نجد انه كثير من الناس يستخدم الماء طبعا الماء الزائد عن الحد. يعني انت قلت 8 اكواب ممكن تكون 16 كوب في اليوم او اكثر. يقول انه هذا يستخدم لنضاره البشره وتفتيحها او قوه الجلد، فالاستخدام على بالعكس الحد الزائد من شرب الماء يعني غير حميد. يجب الإنسان ما يزيد على 8 أكواب في اليوم من الماء. إذا زاد عن هذه الكمية أو شرب بشرب كثير فهو يسبب خلل في الكلى. الكلى هي اللي تخرج الماء تصفيه. أيوه، فهذه يسبب مشكلة، ويسبب أيضا الانتفاخ في الجسم. تلقى في أوديمة، تلقى في أغلب مناطق الجسم، تلقى إذا ضغطت تلقاه ينضغط في ماء، يعني امتلاء الجسم بالسوائل أو السوائل اللي توجد في الجسم في السيقان وفي الأركب وحتى تحت أحيانا الجفن تحت العين. تلقى بعض الناس منفوخ الشكل هذا لأنه نتيجة كثرة الماء. أحيانا القلب يتأثر، قصدي الكبد يتأثر من كثرة الماء. فإذا تأثر الكبد من كثرة الماء يكون هناك استسقاء، يخرج ماء من الكبد ويملأ البطن، ولذلك تلقى هذا بالمستشفى عشان يستنزفوه. ولذلك يجب أن الواحد ما يتمادى في أي شيء، يوزن لا في الأكل ولا في الشرب، يعني يوزن أكله حسب التوصيات اللي ربنا أعطانا إياها.